بالنسبه للاقبال ديال الشباكيه، راك عارف الشباكيه كيكون الاقبال ديالها في شعبان قبل من رمضان، وكنتمنى رمضان يدخل علينا بالصحه والسلامه وجميع المسلمين. وبالنسبه للاقبال، اقبال حنا خدامين، الناس كاين القلال الناس اللي خدامين. وبالنسبه لنا خدامه بوحدي، على ما كاينش يد العامله، الناس بقاو حاصلين. ما وبالنسبه لاقبال الشباكيه، الناس باغين شباكيه ماشي ما باغيناش، ولكن كاينه الظروف هي الاولى، الصحه ديال الانسان هي الاولى. كنطلبوا ربي نجينا من هذا الوباء هذا. العام اللي فات راه كان عندي 10 الناس خدامين معايا، وتا هما مساكن كيتمعشوا من هذه المناسبه هذه، وكنطلبوا ربي السلامه ونجينا من هذا الوباء هذا، جميع المسلمين وجميع الاخوان ديالنا. ومدخول المادي البركه وصافي، وخا نصوروا لي وقت لي يومي وما نبقاش انسان مريح وصافي. هذا الشيء بلي احنا ورثنا ابا عن جد، فهمتي؟ وحنا بالنسبه للمحل راه معروف قديم، ماشي راه عندنا سنين وعندنا كليان ديالنا، وبرغم كذلك انا خدامه بوحدي، واللي كنخدموا كيديو الكليان، بالنسبه للكليان اللي كنعرفوا، الكليان اللي كيعرفوا المحل. وهذا الشيء اللي كاين، كنطلبوا ربي على السلامه وصافي. هذا الشيء اللي بغينا، الصحه ديالنا هي الاولى، ماشي كنطلب من الناس يلتزموا بالحجر الصحي، راه واجب من صالحنا. ماشي قضيه الماكله، الماكله تفوت كل شيء يفوت، ولكن الصحه راه والو، راه الصحه لا مشات راه ما كاينش اللي يرجعها لك والو. دوماج اننا كنعيشوا هذه الاجواء ديال هذا المرض، الجائحه ديال كورونا. كيف ما كتشوفوا السوق خاوي، بحال ما كاين حتى شي حاجه، ماشي هو نفس الاجواء اللي كنا كنعيشوا في السنوات اللي فاتت. يعني كانت ترب السلطان كتلقاه عامر، الحوانت كل شيء عامرين، الناس كتتقدى. جيت انا والوالده اليوم كنتقداو الورقه، بحكم الوالده كدير هذا الشيء ديال الحلوى وكتبيعها للناس، كيتقداو من عندها. فجينا اش غنقول لك، لا اله الا محمد رسول الله، كل شيء خاوي، الحوانت سادين. جينا تقضينا الغرض من عند السيد. امال فين كنبيعوا داك الشيء بالكثره؟ هذا العام غير لا ليفغيزون مع الناس اللي كنعرفوا، يعني داك الشيء محدود، الدخل محدود. طلبوا ربي ان شاء الله يلطف بينا وتبدل الاجواء وتحيد هذا المرض، وترجع السنوات اللي فاتت احسن منها السنوات اللي جايه ان شاء الله. وبهذه المناسبه كنشكر صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره، اللي وفر لنا هذا الصندوق اللي باش يتصدى للجائحه ديال كورونا، واللي استفدوا منها الناس بزاف، معوزين اللي ما عندهمش، اللي عندهم دخل محدود، ولا اللي جلسوا من الخدمه. وان شاء الله نطلبوا ربي يسر لنا وتولي الايام اللي جايه احسن من الايام اللي فاتت. وشكرا.